السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا مرحبا بكم. متوجهين ان شاء الله، غادرنا من الفندق، متوجهين على محطه القطارات، حاجزين سرير ان شاء الله، بنوصل تقريبا الفجر بعد ساعتين المغادره من شو يسمونه بانكوك. يا مرحبا. Too much. Miami tank. Miami tank. Second. Second. Second 50. Huh? طبعا هذا التاكسي يوم تركبون فيه. اوكي، يظهر لكم القيمة كم يوصلكم للوجهة اللي تبغونها. بس في عندك خيارين، يا اما تختار الطريق الهاي واي اللي هو السريع، بس هذا عليه تشارج. طبعا هذا التاكسي ما يغشكم، بيكون اكسترا من عندكم. يعني درهمين 3 دراهم على حسب كل بوابة. إذا مستعجلين تبغون توصلون وجهتكم بسرعة، تدفعون من عندكم اللي هو الهاي واي، وهذا يعطيكم وصل فيه، يعني ما يغشكم التاكسي، لا تخافون. تمام؟ بعض الناس يفكرون ان التاكسي قاعد ينصب عليهم. وهذا في طريقنا الحين، متوجهين على محطة القطارات الكبيرة. البوابة الثانية، هذا نفس النظام اللي عندنا في دبي، يعني سالك ودرب، بس هناك اوتوماتيك، هني مانيوال، قاعد لك موظف ياخذ منك الفلوس. ميسن طبعا هناك دفعنا كم؟ اول بوابة 25 باد والثانية 50. خلاص، يعني الحين امورنا طيبة، نقدر نستخدم الهاي واي لين وجهتنا، لان المكان وايد بعيد. انا سكنت عند المطار، قريب المطار، فالمحطة يعني تقريبا عند الداون تاون. انا ليش اخذت عند المطار؟ فكرت اني بروح في طيارة، بس غيرت البرنامج وحجزت في القطار. وهذه السالفة. يا مرحبا. هذه تخريب المحطة. هني ها وصلنا. طبعا الحمد لله وصلنا المحطة الحين، وشيكنا التذكرة، التذكرة اوكي، وواقع المغادرة تقريبا نص ساعة. هذا هني الساعة، هذه الساعة 2:30 يقلع القطار. 2 لازم اكون في عند السكة. هذه المحطة الجديدة معكم. اخذنا كوفي الحمد لله، وهذا سامان هني، والامور طيبه. الحلو في القطار، في بعض الناس بيستفسرون ليش ما حجزت في يسمونه الطياره. المشكله يحدد الوزن، يعني على الشنطه اللي عندي هنا بياخذ 1500 باد زياده على الوزن، بس من غير التذكرة. بس في القطار الحين، هذا طبعا القطار أول مرة أجربه، القطار الجديد هذا عمري ما ركبته، وسريع، أسرع من القديم اللي كنت أروح عليه. هذا كله تذكرته بألف وشوية، 1000 باد، يعني تقريبا أقل. إذا مع الوزن في الطيارة تقريبا بيطلع الحساب 2500 باد. هذا 1000 باد. والحلو في القطار ما يحدد لك الوزن، الحلو في القطار ما يحدد لك الوزن، يعني عندك شنطتين 3 4 ما عنده مشكلة. هذا أحلى شيء. حتى عندك شلب عادي ما يقول لك. يا مرحبا، حياكم الله.
انا كنت طبعا كنت بروح هذاك الكوفي كافي امازون فوق، بس عندي الشنطه ما قدرت اشيلها على الدرج هذا، ما اعرف اذا في لفت ولا لا، ما في ادور. طبعا تقريبا وصلت القطار، هذا هو قال لي رقم 5. شوفوا والله مشيت شوي مسافه يعني مال 200 متر. فهذا هو القطار زي ما انتم شايفين هنا، اعتقد الكراسي من هناك. مكيف بارد ونظيف. زين. والله ثلج المكيف. ونظيف ما شاء الله. بس الحين ما في حد لان بعد 20 دقيقة الاقلاع. الساعة الحين باقي 20 دقيقة. فشو نسوي؟ نشوف لنا حد من الطاقم يوجهنا. هذه هي المحطة. جزاهم الله خير طيبين. يعني شوفوا شنطتي ما كفت، هذا ما ينفتح طبعا، فيستوي سرير ويحطوا له كل شيء، بيلوه وبتشت وكل حاجة. فوداها وين؟ وداها المقطورة الثانية. يعني براويكم وين نحطها. سوري شنطتي ما كفت، حطها هناك. شوفوا وداها المكان استراتيجي والامور طيبة الحمد لله. طبعا اعتقد هناك كراسي ضباط، ما ضباط، بارد ونظيف الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله تحرك على الدقيقة، يعني 2:30 ما هي 31 دقيقة تحرك. مضبوطين في الوقت. والحين حركنا من المحطة، بس ما شيء زحمة، أظن بيركبون في المحطات اللي بعدها يعني. انزين، وهذا بخصوص السرير، هذا بينفتح انزين، وبين هذيل المنظفات واللي يشتغلون يعني الطاقم، وبيحط شرشف ومخده وبطانيه كل حاجه. هذا هني نغادر الحين بانكوك ان شاء الله باذن الله. الساعه 2:30 بنوصل 2:30 عند شو يسمونه في الليل بعد الساعه 12 يعني. مشيت مريحة الحمد لله. جود باي بانكوك. يا سلام على الغيم. طبعا احلى شيء عجبني في تايلاند الغيم. شمس مو بشمس، دام دايما يعني غيم حلو. سلام. طبعا هذه المحطة الجديدة انزين، فبامكانكم تركبون من بانكوك لبانكوك ستيشن القديمة اللي كنت فيها، وهذه الجديدة شوي يعني عن ضواحي بانكوك. هذه وايد عودة جديدة، تقول كانها مطار مش محطة قطار. شوفوها كبيرة، بانك سو جراند ستيشن اسمها، بانك سو. الحين بيضبط السرير. وهذا سريرنا جاهز، بيلو انزين، وشرشف نظيف، بطانية، كل حاجة. وهذا هنا عندك شارج حق التليفون، وليد حق القراية، والامور طيبة الحمد لله. وهذا ستارة حق عشان البرايفسي يعني تسكر عليك.
تشوفون جيد حياكم الله. طبعا هذا الأوفيسر مسكيني أنا أصور معايا أنا ضابط الساعة أخذ صورة معاه بعد فيقول لي أنا مسلم جاي يسلم عليها يعني قلت له الحمد لله طيبين مساكين زين وهذا سرير مجاز الحمد لله أعطونا ماي ما أدري عاد كان بيعطونا كوفي على الطريق ما أعرف ولا في وجبة ولا بعد أنا ما أعرف مشيته حلوة كل شيء تمام الحمد لله قيمة التذكرة 1050 باد أعتقد يعني 120 درهم والله مشيته مريحة وايد حلو فرق وايد عن الجديد مرة ما تحس بمشي وايد كومفورتبل يعني مو نظيف زين شوي بعد كذي أريح وأرقد وهذه الأجواء شوف الغيم شوف الغيم وايد مريح في النوم عجبني الصراحة أحسن عن القديم وايد طبعا الحين بتريق لأن قاعد متأخر اليوم فهذا شوفه جايبه من 7-11 وجايب لي سنوات عشان الطريق هني بعد يبيعون بس ما تحصل يعني كل شيء اللي تبغاه احتياط هذا الحين وقف مدري اي محطة بعد بس ما يطول حدد دقيقتين 3 دقائق هذه الخضار فنان مريح ماشي ازرق مشيته حلو بعد